مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل بفيديو جديد. هذا الفيديو لهيدا اللوك تقيل، تذكرني بايامي الذي مضت. بصراحة مؤخرا ساقة عم نزل قصص خفيفة، مش على شيء. انا بحب التقيل وبحب الخفيف وبحب من غير ميك اب وبحب الميك اب. هي ازواق ومود ووقت وعوامل نفسية، رح نفوت هلا بعلم النفس، بس it doesn't really matter. بدكم تقلوا تقلوا، بدكم تخفوا تخفوا، ما بدكم تنزلوا الميك اب باساسه، it's still fine. Just make up كالعادي، بنذكر بعضنا هيك بالاجماع، ميك اب ولا من غير ميك اب، الله يرزق بس الصحة والسلامة والعافية. بس المكياج supposed to be fun, supposed to make us happy, supposed to make us feel good. في أوقات بنحتاج إنه نحس هيك بفرحة وبسعادة، والألوان لما بتكون مبهجة أنا شخصياً بتدخل لقلبي الفرحة والسعادة. للبعض رح يكون too much، للبعض رح يكون over، للبعض تصور يمكن رح يحبه، بس I'm pleased. At the end of the day اعملي، هلا عم بخاطب كل وحدة بوحدتها، اعملي يلي بيريحك، اعملي يلي بيسعدك، اعملي يلي دخل الفرحة على قلبك. This is the most important thing. حقيت كالعادي a lot. Let's go. استعملت هذا المقشر من ايدن جرينز، وهي براند 100% مصرية، منتجاتها رائعة جدا، احسن مقشر موجود بالسوق. استعملته، مسحت زيادات ورطبت شفافي بالبالم تبعو لهم. الكريم من جوبا اورجانيك، هيدا اسمه كولاجين 40. هيك الطريقة اللي أنا بعمل ولا بنزل فيها الكريم، وبعمل مساج كتير منيح لتتشرب البشرة الكريم بالشكل المزبوط. أخذت نتوفة كتير صغيرة من الجل للعيون، وهيدا أنا عملته بإيدي، والفيديو موجود بالقناة. بعد هيك استخدمت البرايمر من عند تارت وحطيته بس بالتيزون، معناته بس على منخاري، وعبيت المسامات. هيدا الفونديشن من عند نيكس جديد هلأ نزل، رح أعمل عليه فيديو لحاله. واستعملت الكونسيلر من عند تارت الكريسلس، بعدين تبتت كل شيء بالباودر من عند لابخيري، ورح أكتب لكم كل المنتوجات تحت بصندوق الوصف. بعد هيك أخذت الكونتور من عند ويتان وايلد، اسمه ميجا جلو دالتشي دي ليتشي، وعملت فيه كونتورين لوشي، جبهتي العظمة تبعول الخد، زائد حددت فيه منخاري اللي رح أحكي عن الإعوجاج في فيديو من الفيديوهات. من باليت فوريفر 52 اللي جبت لي اياها اسماء، اخذت هيدا اللون فيري نيوديش ونزلته على ظهر العين كبيز. بعد هيك رح اخذ هيدا الباليت كمان من فوريفر 52، اخذت هيدا اللون الاورنج شوي محروق وحددت فيه كسرة العين وطلعت شوي فيه لفوق ولتحت. اخذت هيدا اللون البراونش شوي اغمق وحددت كسرة العين اكتر، بس نزلت لتحت ما طلعت لفوق. بعدين اخذت هيدا اللون البني وكمان رجعت حددت فيه كسرة العين بس شوي تحت اكتر وعم بدمج. اخذت هيدا اللون الاخضر بفرشاي، هيدي الباليت تاعها قد ما قلكم بحبها وحلوه، ما فيني كفيها حقها، احلى شي فيها بتندمج بسرعه الالوان فيري بيجمنتد، وكمان الفراشي بتاخذ الالوان. فنزلت باول العين واخر العين ودمجت باصبعي، رجعت اخذت اللون الذهبي نزلته بالوسط ودمجت بالاصبع بس من برا ومن جوا، لما يكون هيك بس في خطوط بيناتهم، وبنفس الفرشاي من غير برودكت رجعت دمجت. أخذت اللون البني ونزلته بآخر العين ورجعت دمجت. إيجان الدمج هو الكي وورد، أحلى شيء بالشادوهات لتكون مور ناتشرال هو الدمج، ورجعت دمجت لفوق. أخذت هيدا اللون الأورنج نزلته تحت بالعين تحت الووتر لاين، and then أخذت نفس اللون الذهبي ونزلته بمدمع العين. اخذت هيدي ولا هيدا الايلاينر، احسن ايلاينر موجود انا جربته برايي الخاص، ونزلت خط رفيع. الايلاينر من ايسنس، ما بدي الخط يكون ثقيل لانه بعدين بعد الرموش راح ارجع نزله فوقيهم. اخذت رموش من عند لاش، ذا لاش شوب كايرو كوليكشن من مصر،
ولزقتهم. بعد هيك ضغطت عليهم بإصبعي لتأكدت إنه لزقوا بالشكل المزبوط. and then رح أخذ الأيلاينر ورح أرسم خط فوق الرموش وحددت آخر العين. نزلت الماسكارا من عند إيسنس. في ناس ما بتحب تنزل ماسكارا على الرموش الاصطناعية, بس أنا لأدمج رموشي مع رموش التلزيق ونزلت نيود ألم نيود بالووتر لاين. استخدمت هيدا الهايلايتر من عند Forever 52, خامته كتير حلوة. نزلتها تحت الحاجب وعلى عظمة الخد, وكمان رح نزله بالبريدج اوف ذا نوز. حددت شفافي بقلم من عند كاركتر لونه فيري نيودي, شو هيدا اللي بدي اياه. والحمرة من عند نيكس, هيدي الكوليكشن الجديدة رح اعمل عليها فيديو لحالها. اللون رائع والتكستشر رائعة وكله كله حلو. and then البلاش من عند ايسنس مات وكتير خفيف, اسمه بيتش مي رقمه 10. and then لزقت كل الميك اب بالميست من عند نيكس طبعا بمروحتي العجيبة, وهيدا هو الفاينل لوك. يا رب يكون عجبكم الفيديو. فضل هيدي الصيفية, الصيف بعده ما بده يخلص. إذا عجبكم الفيديو you know that well, اللايك, شاركوا بالقناة إذا بعدكم منكم مشتركين. وأنا برجع بعتذر ورح أقولها بكل فيديو هالاعتذارات, لأنه بتصور إنه بمحلها بعتذر إنه ما عم بقدر أرد على التعليقات مثل ما كانت بالسنتين يلي فاتوا, وذلك لعدة ظروف. فبليز أعذروني. Thank you so very much for watching. بتمنى لكم نهار سعيد وأيام كلياتها سعيدة. باي باي.